تلاشت أصوات أجراس هذه الكنيسة وضاعت لأربعة أعوام ليسمع اليوم أبناء الجانب الأيمن من مدينة الموصل قرع النواقيس إذانا بأول قداس بعد تحرير المدينة مما يعرف بتنظيم داعش. كنيسة مارتوما للسريان الكاثوليك كانت واحدة من المعالم التاريخية التي لم تسلم من تدمير داعش عند سيطرته على الموصل في العاشر من حزيران لعام 2014، واتخذها عناصر التنظيم مقرا لهم وعمدوا على تشويه معالمها لتكون ضحية من ضحاياها. هي فرحة كبيرة لنا لأن عدنا إلى كنيسة مارتوما ولأول مرة يصير قداس وصلاة في هذا الجانب، رغم من أن نشوف الكنيسة هي بعدها مدمرة، كنيسة هي بعد أيضا السقف مضروب والحوش الكنيسة مهدم وإلى آخره، لكن اليوم في تذكار القديس مارتوما حبينا نرجع ونقول نقيم هذه الصلوات في هذا المكان ونقول بأنه هذا بيتنا، أكيد ما راح نترك بيتنا، ما راح نعوف هذا ما راح نعوف الموصل لأن كلتنا ولد هذه المدينة العريقة موصل. فتحت كنيسة مارتوما أبوابها لأول مرة أمام السريان الكاثوليك عام 1863 حتى وقت تدميرها، ليتحول لمكان يجتمع فيه الموصليون في تشرين الثاني الماضي بجميع مكوناتهم لإحياء أول قداس للمسيحيين في شاهد تاريخهم. نحن أخوة، ماكو يعني أحد يفرقنا. طبيعة رسالتنا السلام. مارتوما لديه مكانة خاصة لدى أهل الموصل، ويحتفل أبناؤها تعبيرا عن تمسكهم بهذه الكنيسة وتمسكهم بالموصل. عزف فنان مسلم على آلة الكمان لترانيم مسيحية ما هي إلا رسالة تسامح وتصالح واضحة ليبرهن الموصليون بجميع مكوناتهم أنهم شعب واحد بتاريخ وحضارة واحدة تزغرفها الأديان والطوائف وتنوع المكونات. والله أحب أوصل رسالة السلام حب من طريق الآلة الموسيقية، كون الموصل هي حية، فعلنا انضمامنا اليوم يا أخواننا المسيحيين أوصل رسالة حب وسلام لكل العالم. من الجانب الأيمن في الموصل لمشروع تصالح ربيع الحلبي.